عقدت اللجنة التحضيرية للبرلمان العربي اجتماعها الثالث لعقد المنتدى العربي تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث بحث الاجتماع مجمل التحضيرات اللازمة قبيل انطلاق المنتدى المقرر عقده يوم 23 حتى 25 من مايو الجاري، ويأتي كمبادرة من البرلمان العربي اتساقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين العربية. أعلنت وكالة استخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن تصفية 9 من القيادات البارزة في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نوعية نفذت في محافظة نينوى، وذكرت الوكالة الاستخبارية أنها نفذت هذه العملية في جبال عداية جنوب غربي الموصل بمشاركة خلية الاستهداف في العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب. عقد مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير عمرو عباس لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا ودول الجوار للاطمئنان على أحوالهم. وأشار مساعد وزير الهجرة إلى استمرار عمل غرفة العمليات التي تم تخصيصها لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، مضيفا أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغر أن عملية تحرير أراضي منطقة لوهانسك شارفت على الانتهاء، كما توعد شويغو باتخاذ بلاده إجراءات مضادة مناسبة ردا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، مشددا على أن تلك الخطوة أدت إلى زيادة التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود. وأوضح وزير الدفاع الروسي أن بلاده سترد بتشكيل 12 وحدة جديدة في المنطقة العسكرية الغربية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا هي حماية الروس وسكان دونباس. وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالي أن أوكرانيا رفضت تنفيذ قرارات مجلس الأمن واتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن الدول الغربية تحاول تحميل روسيا مسؤولية أزمة الغذاء حول العالم. تقوم أوكرانيا أو رفضت أن تنفذ قرارات مجلس الأمن واتفاقات مينسك ولم يبقى أمامنا أي حل سوى البدء في هذه العملية الخاصة العسكرية، وكلما توقعاتنا حول ما كان يسعى الغرب لتحويل أوكرانيا إليه كانت قد أثبتت، وإن العملية التي أقرها الرئيس بوتين وهدفها حماية السكان المدنيين في أوكرانيا وبالأخص في دونباس وعدم السماح بتشكيل تهديد من ينطلق من أوكرانيا لأمن بلدنا. أعلنت كتيبة أوزوف الأوكرانية أن القيادة العسكرية أصدرت أمرا بوقف الدفاع عن ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود. يأتي ذلك عقب إعلان السلطات الروسية أن أكثر من 2000 من المدافعين عن مصنع أوزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا منذ يوم الاثنين الماضي. وأوضحت وسائل أعلام روسية أن هذه المرحلة تعد الأخيرة من حصار دام قرابة 3 أشهر للمدينة الساحلية. هذا وشوهدت عدة حافلات تقل عسكريين أوكرانيين على الطريق وهي تغادر ماريوبول ليل الخميس. We'll be right back.
اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي القوات الروسية بتدمير منطقة دونباس شرق البلاد بالكامل، مشيرا إلى أن موسكو تشن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على المنطقة. وقال الرئيس الأوكراني في خطاب عبر الفيديو كونفرنس إن منطقة دونباس أصبحت كالجحيم، مؤكدا أن القوات الروسية تكثف ضغوطها هناك. واعتبر زيلنسكي أن المساعدات الضخمة التي أعلنت واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين صرف دفعة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بنحو 600 مليون يورو. وأضافت فون دير لاين أنه تم اقتراح قرض إضافي لأوكرانيا بنحو 9 مليارات يورو هذا العام، مشددة على سعي المفوضية لإنشاء منصة لإعادة إعمار أوكرانيا. تعهدت مجموعة السبع تقديم 19.8 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا وفق ما جاء في إعلان صدر في ختام اجتماع لوزارة المالية للدول الأعضاء في المجموعة بألمانيا. وأوضحت مجموعة السبع أنه تم تخصيص 9.5 مليار دولار من مبلغ الدعم كتعهدات جديدة بهدف مساعدة أوكرانيا في سد عجزها المالي ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني. ومن جانبه وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة ضخمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وتعد هذه المساعدات هي الأكبر في الحزمة لمساعدات أمريكا لأوكرانيا حتى الآن. تأكيد جديد على الدعم الأمريكي الكبير لأوكرانيا الذي وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة ضخمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. فبعد إقرار الحزمة الجديدة من مجلس النواب الأمريكي، وافق مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا بتأييد 86 صوتا مقابل اعتراض 11. تشمل حزمة المساعدات التي تنتظر توقيع بايدن عليها لتدخل حيز التنفيذ عدة جوانب اقتصادية وإنسانية، إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر بواقع 6 مليارات دولار. يفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزود بآليات مصفحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي في وقت تحتدم فيه المعارك في شرق أوكرانيا وجنوبها. كما تشمل الحزمة نحو 9 مليارات دولار لضمان عدة أمور، من بينها استمرار عمل الهيئات الديمقراطية الأوكرانية فضلاً عن مبالغ كبيرة مخصصة للجانب الإنساني. وتعد هذه المساعدات أكبر حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا حتى الآن، وتأتي بعد مصادقة سابقة من الكونغرس على صرف 14 مليار دولار لمساعدة كييف، بما يظهر رغبة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في دعم أوكرانيا دون إرسال أي قوات أمريكية على الأرض. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية أن البلاد استقبلت حتى الآن ما يقرب من 3.49 ملايين لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. وأوضحت الوكالة البولندية أن نحو 22 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس، مقابل 21,500 لاجئ في اليوم السابق عليها.
أبلغت شركة غاز بروم الروسية شركة الغاز الفنلندية الحكومية بتوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب عقد توريد غاز روم بدءا من غد. من جانبه طمأن الرئيس التنفيذي لشركة غاز الفرنسية العملاء بأنه سيكون هناك ما يكفي من الغاز في الأشهر المقبلة، مؤكدا أن شركته استعدت لهذا الموقف. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن المشاكل اللوجستية نشأت بسبب قيام القوات الأوكرانية بنشر الألغام في موانيها البحرية. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أن منع روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود والعجز الناتج في سوق الحبوب ليس سوى تكهنات. وشددت المتحدثة على أن اللوم يقع فقط على كييف، وأن روسيا تقوم باستمرار بفتح ممرات إنسانية في البحر. اتهمت بريطانيا روسيا باستخدام الغذاء كسلاح في أوكرانيا، داعية موسكو إلى وقف حصار الموانئ الأوكرانية بشكل فوري. وأضافت وزارة الخارجية البريطانية في تغريدة عبر تويتر أن دول العالم تعاني نتيجة لذلك، مضيفة أنه يجب على روسيا رفع حصارها فورا عن الموانئ الأوكرانية والذي يعيق تدفق السلع الأساسية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه يخطط لزيارة لمحطة نووية في جنوب أوكرانيا في المستقبل القريب. وأعلن غروسي عن نيته لزيارة المحطة النووية التي تخضع الآن لسيطرة روسيا خلال اجتماعه برئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو. وشدد غروسي على أهمية ضمان سلامة المنشأة، بينما أخبره كيشيدا أن اليابان تقدر بشدة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية. Also provides for safeguards and inspections of every